يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أقرضني شخص مبلغا من المال إلى أجل مسمى، واشترط علي إن لم أسدد في المدة المقررة فإنه يزيد المبلغ علي بنسبة 2%، فهل هذا العمل صحيح؟ هذا ربا الجاهلية، هذا ربا الجاهلية، إما أن تسدد وإما أن تربي، إما أن تسدد الآن وإلا نزيد عليك الدين ونأخره عليك، هذا هو ربا الجاهلية صريح. فلا يزاد القرض ولا الدين، الدين ما يزاد، قرض أو غير قرض لا يزاد الدين بالتأخير إلا عند العقد، عند العقد يقول أبيع عليك حاضر بمئة أو غايب بمئة وخمسين، أيهن اللي تبي، فيعقد على أحدهما ما في مانع. أما أنه يزيده إذا تأخر التسديد هذا ربا الجاهلية. نعم.